بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير من ارضيه عاصمه الميادين الذي يشهد انطلاق سن الحجاج لهذا اليوم. انطلق بحفظ من الله ورعايه شوطنا الاول الرئيسي للقعدان، 2 كيلومتر رحله الاشواط. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين في جميع هذه الاشواط. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، حيث من تتابعون عبر قناة ياس الرياضية الناقل لهذا الحدث الكبير. مقدمة الشوط مباشرة مبلش، تعود الملكية خليفة بن علي بن حمد العطية، من يقدم لنا مبلش مع الصدارة. عديم يتقدم مع المركز الثاني، محمد بن نابت بن محمد بن خيلة، من يقدم لنا عديم، ولكن اللي غير على الصدارة من الجانب الآخر شاهين علي بن سلطان بن محمد بن علي الهاشمي، يعلن حضوره الهاشمي مع البداية ومع مقدمة الشوط. ثاني المراكز، اللي في المركز الثاني شاهين سالم بن سهيل بن مسعود العامري، من يقدم لنا شاهين، غير مع المركز الثالث وتقدم في هذه اللحظات الماهر خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي. المركز الرابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات قناد عبد الله بن خميس بن عبد الله الهاشمي. نشوف اللي في المركز الخامس ينطلق مباشرة وياتي المختبر مبارك بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي. الوصول الجديد القدوم هناك من شاهين سعود بن علي بن عامر اليابري، وصل ابو علي، وصلوا اهالي السلطنه، ولكن لنا عوده مع المقدمه، لنا عوده مع الصداره، مع البدايه الاولى، مع مقدمه الشوط. يتقدم شاهين يتقدم علي بن سلطان بن محمد الهاشمي. المركز الثاني من ياتي جناد عبد الله بن خميس الهاشمي. المركز الثالث شاهين سعود بن علي اليابري، يتقدم وينطلق مع شاهين، غير شاهين واحتل المركز الثاني في هذا الانطلاق والمسار. سعود بن علي بن عامر الجابري يقدم لنا شاهين. المركز الرابع من ياتي مشاهدينا الكرام شاهين سالم بن سهيل بن مسعود العامري، ولكن نعود مع الابداع، نعود مع الرقص، يحلو مع القعادين في مقدمة الشوط. والمركز الاول شاهين، وشاهين يقدم لنا الهاشمي، وشاهين يقدم لنا الجابري. بو علي سعود بن علي بن عامر الجابري يبي السلام لأهل المشرف، القادم الواصل المجرم غريب بن مسلم بن حمد الينيبي مع المركز الثالث، ولكن لنعود مع الاثنين، نعود مع شاهين في صراع الاقوياء والابطال. شاهين سعود بن علي اليابري، شاهين الهاشمي، الناموس وين؟ الفوز وين؟ ما بين شاهين الاخر، ولكن خط النهايه اهالي بديه الرمال الذهبيه. سلام وتهانينا لمالك شاهين علي بن سلطان بن محمد الهاشمي. المركز الثاني شاهين سعود بن علي بن عامر اليابري. المركز الثالث المجرم غريب بن مسلم بن حمد الينيبي. المركز الرابع من وصل شاهين سالم بن سهيل بن مسعود العامري. خامس المراكز عديم محمد بن نابت بن خيلة. نذهب إلى التوقيت الزمني لنتعرف بناموس هذا الشوط وبهذا الانطلاق مع التوقيت الممتاز في هذا الصباح. هكذا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والإبداع ولحظة الوصول. شاهين معلن الفوز دقيقتين 50 ثانية، 5 من الأجزاء. علي بن سلطان بن محمد بن علي الهاشمي سلام بدية سلام. شاهين سعود بن علي بن عامر الجابري قدم عرض يشكر عليه أبو علي، من قدم شاهين 2:50، 7 من الأجزاء مع المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الثالث من وصل، اللي هو المجرم غريب بن مسلم بن حمد الجنيبي، قاطع المسافة في زمن وقدره. مشاهدين الكرام، التوقيت الزمني 2:53، 3 من الأجزاء. رابع المراكز، من أتانا في رابع المراكز شاهين سالم بن سهيل بن مسعود العامري، قطع المسافة في زمن وقدره. مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني 2:54، 6 من الأجزاء. خامس المراكز عديم محمد بن نابت بن محمد بن خيلة، قطع المسافة في زمن وقدره. مشاهدينا الكرام، 2:54، 9 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح.